حبيبتي ما بيكفوا، ما هيكفوا ابدا. عبس يعني، شو ما عملنا، شو ما اندقنا، ما بدهم يكفوا. اللي خيره بكفوا. كيف؟ يعني انا وياكي بلا ما ناكل يعني، اذا تدلنا شي معموله من دوقة. شو يعني معمول؟ هذاك العيد اكلنا معمول عند امي وعند امي. مظبوط. معك. شكرا. اوف، حمي خيره، هات يا الصينيه. شوف شوف ابو لنا، شوف ما اكوسوا. بس حبيبتي مش اقو، معناتها العجينه مو زابطه معك. لا زابطه وما تحكي ولا كلمه. خيره حبيبتي، لا انت ليش بتكبري بالمحسوس؟ هلا هدول المعمولات مثل معمولات امي يعني؟ يا سيدي واحسن. ان شاء الله، بس الضرب الطعمه. هلا ابو الهنا بس ينحطوا بالفرن وينشوا ويطلعوا وتذوقهم. حبيبي افتحي لي الفرن يلا. ولا وقف. لا لا وقفي وقفي بلا ما تلدعي ايدك. سكي انت. بس انتبهي على ايدك خيره. هات. مرلو سبكير ابو الهنا بكير. بتعرفي خيرو، نسيت خبرك خبريه. لما نزلت لعند ابو اسعد مشان جيب لك الخميره، سمعت لك صوت وصريخ طالع من بيت ابو رامي وام رامي، يمكنهم عم يتخانقوا يعني. بالله مرلو؟ لا لسه. بتعرفي خيرو، شو اوقات هيك انا يعني بقعد بصفن لحالي وبقوم بحسد حالنا يعني، ان الحمد لله نحن هيك عيشتنا هنيه وما بنتخانق ولحد بيسمع صوت ما. الحمد لله. مرلو ايه احترقوا. لا ابو الهنا نسيت الناطف مشان الكرابيج. الله يخليك، نزل عند ابو اسعد جيب لنا علبة ناطف. انا لا ولدت لك، انا لا ولدت لك. خليني انا، خلي امي تساويهم. لا انت بدك تساويهم، هسه انا بموت بطيها. رحمة الله عليك يا ابا، إذا كان في ماوية بوشك بيكون من معمولات ابني مو معمولات.